السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سحر ودي قناتي قناة أحلى الأكلات مع سحر. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض الفريك البلدي من القمح، وهنخرج منه الفريك لحشو الحمام وحشو الطيور، والفريك اللي ممكن تعملي بيه الكفتة وممكن تعملي بيه الكبيبة، وهنخرج منه دقيق الكشك اللي هنعمل بيه الكشك، وبإذن الله هعمل معاكم الكشك بالتفصيل في فيديو منفصل إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة ولايك في الفيديو، ولو ليكي أي سؤال سيبه لي في الكومنتات وأنا بإذن الله هرد عليكي. علشان نعمل الفريك يا جماعة طبعا اهم حاجة يلزمنا القمح. القمح كمية مفتوحة، اعملي الكمية اللي تناسبك. على فكرة الفريك اللي احنا هنعمله النهاردة بيتخزن معاكي من السنة للسنة، فبالتالي عايزة تعملي كمية كبيرة براحتك جدا ما تقلقيش. اول حاجة طبعا بجيب القمح بتاعي وبغسله كويس جدا وبتنقيه لو في اي حصى او في اي زلطة او اي طوبة موجودة من بواقي الارض. بعد ما بتغسليه كويس جدا من ميه جاريه من الحنفيه بنجيب حله كبيره بنعبي حوالي نصها او اكتر من النص بشويه ميه وبنسيبها لحد ما تغلي. شايفين انا هنا بعد ما نزلت بالقمح في الميه حسيت ان في حاجات كده لسه بواقي قش او حاجات كده طبعا بتطفو على سطح الميه، فجبت المصفى وبدات ان انا الم كل الشوائب الموجوده. بعد ما نزلت بالقمح بتاعي بدا القمح طبعا يغلي، بتقلبيه من وقت للتاني لان القمح من الحاجات اللي ممكن تلزق معاكي وتشيط معاكي بسهولة، فمن وقت للتاني بتقلبي. شايفين هنا طبعا بدأ ان هو يغلي، بدأت شكل الحبة يتغير، بدأ حجم الحبة نفسه يزيد. بسيب القمح بتاعي على النار لحد ما يبدأ ان هو يستوي. بعرف ازاي ان هو استوى، بتاخدي كده حباية وبتضغطي عليها بين صوابعك، بتحس ان هي خلاص طريت معاكي، وفي نفس الوقت بتلاقي الحباية بتاعت القمح نفسها بدأت ان هي تفتح كده، خلاص بتعرفي ان القمح بتاعك استوى، وبتبدأ ان انت تطفي عليه النار. وتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي جاي ايه. بعد ما طفينا النار على الفريك ده شكله طبعا انا كنت بوريه لكم هنا بوضوح، بعد ما طفينا على النار الخطوة دي مهمة جدا ولازم تديها وقتها وتديها حقها. بتفتحي كده بتجيبي مصفى وتفتحي عليها المية وتبدأي تاخدي القمح اللي هو اتسلق وهو سخن وبتبرديه تماما تحت الحنفية. اهم حاجة ان هو تتأكدي ان برد تماما معاكي، ما ينفعش نهائي ان انت تسيبي القمح فيه اي نسبة سخونة، لازم يبقى برد معاكي، لان لو انت سبتيه سخن فهيبقى ايه ممكن يحمض معاكي ويبوظ لا قدر الله، فلازم تبرديه تماما بالشكل اللي احنا شايفينه تحت مية جارية كده اهو. تفتحي عليه الحنفية وتفضلي تقلبي فيه علشان تتأكدي ان المية وصلت لكل القمح اللي عندك، وان القمح كله اللي عندك كده بدأ ان هو يبرد. ده طبعا شكله بعد ما استوى، شايفين الحباية بدأت تفتح. وكده بعد ما خلصنا تبريد اللي هو كمية القمح اللي عندنا بتصفيه تماما من اي مية، وبنبدأ ان احنا طبعا نصفي ونبرد كل كمية القمح اللي عندنا بنفس الطريقة اللي احنا كده شايفينها قدامنا. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب كده وكومنت كده تشجيعي، شجعني ان انا يعني اتنشط كده، والله بنتعب يا جماعة او في التصوير، فما تبخلوش كده علينا باللايك. اللايك بيرفع الفيديو وبيوصله لأكبر عدد من الناس، يعني لعل وعسى نبقى سبب في إن حد ممكن يستفيد ولو بمعلومة بسيطة من الفيديو بتاعنا. كده بنبرد كل الكمية اللي عندنا بنفس الطريقة، وبأكد عليكي ان انت لازم تتأكدي ان هو برد تماما. طبعا في الاول لما بيبقى سخن بتقلبيه بمعلقة لحد ما يبدأ يهدى وتقدري تمسكيه بايديكي، فبتقلبي فيه علشان تتأكدي ان هو برد تماما ومفهوش اي سخونة. بنكرر طبعا نفس الطريقة على كل الكمية اللي عندنا، والفريك ده يا جماعة اللي هو القمح لو انت برضو حابة ان انت تعملي منه بليلة ممكن تاخدي كده شوية وتكملي سوا، فبرضو هتوصل معاك لمرحلة البليلة. بعد طبعا ما خلصت تصفية لكل وتبريد لكل كمية القمح اللي عندي، فوطة نظيفة كده قمر وفرشيها في مكان لازم يبقى فيه شمس، لازم يبقى فيه شمس، لان هو كمان دايما بيتعمل في الشهر 8 و7 اللي هو بيبقى الجو سخن جدا لانه بيبقى محتاج لشمس قوية. بنبدأ ان احنا كده نفرد كل الكمية اللي عندنا، ولازم شايفين السمك بتاع الطبقة، متخليش الطبقة بتاعت القمح سميكة لان القمح لو فضل يعني كمية كبيرة على بعضه فممكن برضو يتعرض ان هو يحمض. بنسيب القمح بتاعنا في الشمس بالظبط بنسيبه 5 ايام، اهم حاجة تبقى الشمس سخنة قوي.
بنبدأ نقلب فيه مرة الصبح ومرة من بعد العصر علشان نتأكد ان هو الهواء والشمس داخله كده من كل مكان، ونتأكد ان ما فيهوش حاجة على بعض ممكن تبوظه. بنقلب بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا كل يوم عن اليوم اللي قبله، بنحس ان هو لونه بدأ يغمق، ان حجم الحباية بدأ ان هو يصغر، في نفس الوقت الحباية بدأت ترجع تنشف. في اليوم الخامس بإذن الله هتلاقي ان حباية القمح رجعت قاسية جدا وناشفة، ما تقدريش ان تكسريها، فبتعرفي كده ان القمح بتاعك خلاص استوى. في الصين يا جماعة بيودوا الفريك بتاعهم في مطحنة مخصوصة للفريك، مش موجودة عندك المطحنة بتبدأي تطحني الكمية اللي عندك في الكبة، بتحط طبعا شوية صغيرين او مش ما بتكتريش قوي عشان ما تبقاش فيه تقل على الكبة، ولا قدر ولا الكبة تبوظ منك. بعد ما بيطحن بيجي معانا بالشكل اللي احنا كنا شايفينه دلوقتي. دلوقتي عندي منخل سلك، السلك بتاعه واسع شوية، فتحات السلك واسعة، لو مش موجود عندك ممكن تستخدمي مصفى. باخد كده الفريك اللي عندي بالشكل ده وابدأ ان انا احطه في المنخل، وهبدأ ان انا انخل كده الكمية اللي عندي. علشان فتحات المنخل بتاعي السلك بتاعته واسعة، فبالتالي اللي هينزل من تحت طبعا هتنزل الكمية اللي هي ناعمة شوية، اللي هيفضل من فوق بقى اللي هو الكمية اللي خشنة شوية. شايفين كده اهوت السمك بتاعها، او تحسي ان هو القمح المتكسر الطبقة الخشنة. الطبقة دي اللي هي فضلت معايا في المنخل من فوق دي هي طبعا الطبقة اللي انا هستخدمها في حشو الطيور وفي حشو الحمام، وايه اللي هي بتاعتنا الفريك اللي احنا عاملينه. على فكرة يا جماعة الفريك اللي احنا بنعمله في البيت انضف واحلى بكتير جدا من بره، شايفين شكلها. ده طبعا الفريك اللي هو مخصص لايه، لحشو الطيور حشو الحمام كده. فبنخلص برضو كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة دي. وانا كنت بقول لكم ان الفريك بتاعنا اللي احنا بنعمله في البيت احلى بكتير جدا من اللي احنا بنشتريه من بره. اللي بنشتريه من بره مهما نحاول ننظف فيه، مهما نحاول ان احنا ننقيه، تحسي وانت بتطبخيه كده ان انت بتيجي تاكلي بتلاقي اثر الزلط الرمل الحصى. لا فهو انضف بكتير واسهل، ولو حسبتيها برضو اوفر. انا كنت مرة اشتريت الكيلو كان حاجة و40، فاهمة؟ فهو برضو اوفر، والطعم عن نفسي انا بحبه احلى بكتير. بنخلص كده كل الكمية اللي عندنا، كده خلصنا كمية الفريك بتاع الحشو. نيجي بقى للمرحلة الثانية اللي هو الجزء اللي نزل من المنخل بتاعي، الجزء اللي هو ايه ناعم. ببدأ ان انا المه كده مرة تانية، وببدأ ان انا اعبيه علشان افضي الصينية بتاعتي، وعلشان نخرج منه المرحلة التانية اللي انا كنت وريتها لكم في اول الفيديو، اللي هو الجزء بتاع الفريك اللي خاص بايه، خاص بعمايل الكفتة وبعمايل الكبيبة اللي هو الجزء الناعم. جبت برضو بعد كده هو المنخل السلك ده، المنخل التاني ده السلك بتاعه فتحاته اضيق. برضو لو مش موجود عندك بتستخدمي في المرحلة دي المصفى العادية الموجودة عندنا في كل بيت اللي احنا بنصفي بيها اليانسون والمشروبات والحاجات دي، فاهمة؟ فبالتالي المنخل الاول السلك بتاعه كان اوسع، دلوقتي المنخل اللي هو السلك بتاعه اضيق. مش موجودين عندك زي ما انا قلت ما بنوقفش على حاجه، مفيش حاجه بتوقفنا. بتستخدمي مصفه بس واحده في الاول، بتبقى ممكن تستخدمي مصفه اللي هي بتبقى بلاستيك دي اللي بتبقى فتحاتها واسعه، في المرحله الثانيه بتستخدمي المصفه بتاعت اليانسون والحاجات المشروبات اللي احنا او العصاير كده. شايفين المرحله دي طبعا برده بتنزل مرحله ناعمه من تحت زي ما احنا شايفين، والمرحله اللي فوق اللي هي بتبقى خشنه بس في نفس الوقت انعم من المرحله الاولى اللي احنا استخدمنا فيها المنخل الواسع. الطبقة دي او الكمية دي اللي بتخرج من المنخل من فوق هي اللي هنستخدمها زي ما انا قلت في عمايل الكفتة، وفي نفس الوقت استخدميها في عمايل ايه، في عمايل الكوبيبة بالشكل اللي احنا شايفينه. برضو بخلص بالشكل ده، واخر طبقة اللي هي نزلت من تحت اللي هو المنخل الضيق ده اللي هو دقيق الكشك اللي انا باذن الله هعمل معاكم بيه الكشك، هعمله فيديو كده تفصيلي بإذن الله كل خطواته بكل تفاصيله. استنوني كده إن شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي أنا هعمل لكم بإذن الله في الكشك لو ربنا أراد. وده طبعا كان شكل اهو دقيق الكشك قدامكم شايفينه، وده كان اللي هو الثلاث مراحل اللي أنا خرجتها من القمح البلدي بتاعنا العادي جدا. القمح موجود عند أي حد من بتاع من عند العطار، بتشتريه تشتري الكمية اللي أنت عايزاها. طبعا يفضل إن أنت تعملي كمية كبيرة لأن أنت بتحتفظي بيه من السنة للسنة، ولا بيبوظ ولا بتجراله اي حاجة، انضف واحلى بكتير جدا في الطعم وكنظافة من اللي انت بتشتريه من بره. ده الفيديو بتاعي النهاردة، ودي كانت وصفتي، اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.